بعد انعقاد مجلس محافظة نينوى لجلسته الاعتيادية المرقمة 207 لمناقشة موازنة 2019 لتنمية التأقاليم لهذه المحافظة، طبعا هناك وفق التعليمات هناك قراءة أولية ثم قراءة ثانية. القراءة الأولى حقيقة ارتأى المجلس أن تعقد جلسات وورشات عمل مع جميع رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس هذه الوحدات الإدارية بحضور لجنة التخطيط وأعضاء مجلس محافظة نينوى. فعلا هناك جدول وضع لهذه ورشات العمل، حيث عقدت ثلاث ورشات عمل لثلاث أيام متتالية، حضرت فيها جميع الوحدات الإدارية الممثلة برؤساء هذه الوحدات الإدارية ورؤساء مجالسها بحضور معاونية التخطيط مشكورة، وتم التواصل مع الوحدات الإدارية ومناقشة خطة كل وحدة إدارية على حدة لوضع أولويات هذه الخطة ووضع المشاريع ذات الأولوية حسب المبالغ المخصصة لكل وحدة إدارية ضمن النسبة السكانية وفق تعليمات وقانون تنفيذ الموازنة لعام 2019. اليوم كان اليوم الأخير حيث عولجت جميع الثغرات الموجودة في إعداد هذه الخطة وأخذت جميع الملاحظات ودونت من قبل معاونة التخطيط، ونحن الآن إن شاء الله مقبلين على في الأسبوع القادم على مناقشة الخطة والمصادقة عليها لرفعها إلى وزارة التخطيط وتحويلها إلى برامج عملية للإسراع في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع وتقديم الخدمات لأهلنا بالسرعة الممكنة. طبعا هناك خطة تكميلية أخرى 189 مليار ستعقب هذه الخطة في القريب العاجل، أيضا تدارك فيها جميع نقاط الخلل التي لم يمكن إدراجها ضمن هذه الخطة لضيق الوقت وانتهاء تقريبا قرب انتهاء السنة المالية، ولكن معاونة التخطيط مع مجلس المحافظة مع الوحدات الإدارية برؤسائها تم اتفاق على إعداد هذه الخطة بشكل شفاف وواضح ومعلن للرأي العام أيضا، وإن شاء الله ستكون إعداد هذه الخطة القادمة أيضا وفق هذه المعايير وفق السياقات المتبعة وفق القانون بكل وضوح وشفافية للرأي العام.